أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي لغات، بنكمل مع بعض دراسة منهجنا كونكت بلس 6، وكنا بدأنا المرة اللي فاتت في يونت 1 وخدنا ليسون 1، النهاردة هناخد ليسون 2، ده درس لانجويج يعني درس جرامر. نقرأ الفوكاب الأول. كومبيتيشن كومبيتيشن مسابقة، sun hat sun hat قبعة شمس، environment environment البيئة، luckily luckily لحسن الحظ أو بطريقة محظوظة يعني، messy اللي هو فوضوي، not clean or tidy، disappear يختفي، to go away you can't see it anymore، uncomfortable غير مريح، not feeling nice or on your skin، relaxing making you happy and not worried خليك مبسوط ومش قلقان. عندنا ال conjugation of verbs، النوع الأول اللي هو regular verbs اللي بنجيب ال past و PB بإضافة ال ED بس، makes makes it يخلط، paint painted يلون، disappear disappeared يختفي. النوع التاني من الـ verbs اللي هي الـ irregular verbs أفعال غير منتظمة، دي بتتحفظ زي ما هي لأن ملهاش قاعدة. hear heard يسمع، feel felt يعني يشعر، think thought يعتقد أو يفكر، meet met يقابل، set يعني يضبط الساعة، leave left يترك أو يغادر. مجموعة من الـ important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. that looks good، هذا يبدو جيدا، with my hands بيدي، set an alarm يضبط المنبه، feel better يشعر بتحسن، I suppose you are right أعتقد أنك على حق، good at or bad at يعني جيد فيه أو سيء فيه. دلوقتي عندنا dialog between نهى and هشام. نهى بتقول have you heard about this competition هشام؟ يا ترى سمعت عن المسابقة دي هشام؟ It's for any kind of creative project، دي معمولة لأي نوع من المشاريع الإبداعية. I'd like to enter، أنا أود أن أشترك أو أدخل فيها. هشام Oh wow that looks good، ده هذا يبدو جيدا. What are you going to do to make sorry ماذا سوف تصنعين؟ قالت له I don't know، مش عارفة. My favorite activity is painting، الهواية الإبداعية عندي هي أو الأكتيفيتي المفضل عندي هو الرسم. I always feel happy when I'm painting، دايما بشعر بسعادة لما برسم. If I am sad I paint، لو أنا حزينة برسم. Then I feel better، بعد كده بحس تحسن. هشام If I paint I don't feel happy، and لو أنا رسمت مش بشعر إني سعيد. I am not very good at it، أنا مش كويس في الرسم. قالت له yes you are، anyway no one is bad at a creative project، مفيش حد وحش في المشاريع الإبداعية. You can do or make anything you like، تقدر تعمل أو تصنع حاجة بتحبها. There is no right or wrong، مفيش حاجة صح ولا خطأ في الموضوع ده. هشام I prefer making things with my hands، أنا بفضل أصنع الأشياء بيدي. I like sculpture or junk modeling، أنا بحب النحت أو تصميم النماذج. But my favorite is pottery، ولكن النشاط المفضل عندي هو صناعة الفخار. I think it's really relaxing، أعتقد إنه مريح جدا. قلت له oh I don't agree، أنا مش موافق على الكلام ده. I don't like pottery because I don't like getting my hands messy، بتقول ما بحبش صناعة الفخار لأني ما بحبش إيدي تبقى متسخة.
I think it's really uncomfortable to have clay on my hands. أعتقد إنه مش مريح إن يبقى فيه صلصال أو طين على إيدي. قال لها, but if you paint, you get paint on your hands. ولكن أنت لما بترسمي أكيد بيبقى فيه ألوان أو دهان على إيدك. قالت له, well, yes, I suppose you're right. أعتقد إنك صح. Likely the paint disappears quickly when I wash them. بس لحسن الحظ الدهان بيختفي بسرعة عندما أغسله. جزء اللانجوج أو جزء الجرامر بتاعنا حاجة اسمها زيرو كونديشنال اف أو اف زيرو كونديشنال, الحالة الشرطية الصفرية لاف. طبعا مع الوقت هنعرف إن اف لها أربع حالات, زيرو دي الأولى وفي الفيرست والسكند والثيرد, كل واحدة لها استخدامات وكل واحدة لها قاعدة معينة. ف درسنا بس النهاردة عن الزيرو كونديشنال, الحالة الصفرية اللي بنستخدمها إمتى؟ بيقولنا we use the zero conditional to talk about facts, بنستخدمها لما بنتكلم عن حقائق or things that are usually true for us, أو لو إحنا بنتكلم عن حاجات غالبا بتبقى حقيقية بالنسبة لنا. طيب القاعدة بتاعتها بتبقى إزاي؟ هي طبعا دي بتبقى جملة واحدة طويلة شوية مكونة من عبارتين أو two clauses. فبيقول لنا بيبقى الأول عندي F في الأول, ده الرابط أو when أقدر أستخدم أي واحدة منهم. بعد كده بيجي وراها الجملة الأولى في ال present simple. present simple tense بيبقى الفعل فيه يا إما فعل في المصدر زي كده أو مصدر منضاف له S لو كان الفاعل بتاعي he or she or it أو أي اسم مفرد. ده شكل ال present simple. لازم يجي كوما بعد كده, وجملة تانية بتبقى في البريزنت سيمبل برضو نفس هنا, أو بيجي في كان, وطبعا كان اللي هو يستطيع بيجي دايما وراه فعل في المصدر. تعالوا نشوف الأمثلة عشان الدنيا توضح أكتر. بيقول لنا if you paint, comma, you get paint on your hands. إذا أنت لونتي سوف أو أنت تحصلي على دهان على يديك. يحصل إن إيدك بتتسخ بالدهان يعني. هنا الجملة الأولى ده present simple أهوت الفيرب في المصدر عشان ال subject بتاع you, والجملة التانية كمان present simple والفيرب في المصدر عشان برضو الفاعل بتاع you. طب المثال التاني بيقول if I go to bed late, لو أنا رحت السرير متأخر, I can't wake up in the morning, أنا لا أستطيع أن أستيقظ في الصباح. جملة أدي إف, الجملة الأولى present simple فعل في المصدر, الجملة التانية عندي كان أو طبعا كانت اللي بيجي وراه الفعل في المصدر أو في الإنفينيتيف وبكمل جملتي. طيب هل دايما إف أو الرابط في الأول؟ لا, أقدر أجيبه في النص عادي جدا زي هنا كده. وطبعا الجملة الأولى بتبقى يا إما present simple أو كان, والجملة التانية اللي هي إف جزء منها, يعني لو أنا هبدل هنا باخد إف بالجملة اللي وراها على طول وأرجعهم للآخر اللي هي بتبقى في الـ present simple. هنا بقول لو الجملة المثال الأول ده هبدل الرابط في النص أقول you get paint on your hands if you paint. المثال التاني برضو ده I can't wake up in the morning if I go to bed late. سهلة مفيهاش حاجة. طيب بيقول لنا إيه كمان؟ We also use the zero conditional to give instructions or make suggestion. يعني بستخدمها مش بس للتعبير عن الفاكتس أو حاجات تبقى غالبا بتحصل لنا بشكل حقيقي, لا أنا أقدر أستخدمها لإعطاء التعليمات أو لعمل الاقتراحات. إزاي؟ تعالوا نشوف أمثلة. بيقول لنا الرابط في الأول if أو when وبعد كده الـ present simple عادي, والجملة التانية هتبقى في الـ imperative جملة أمرية ببدأ بالفعل في المصدر, ودي في حالة إعطاء الـ instructions أو التعليمات. هنا بقول لك إيه؟ if it starts to rain, لو الدنيا بدأت تمطر, use an umbrella, استخدم شمسية. طبعا الجملة الأولى جاء هنا عندي الفعل مش في المصدر, ده مصدر منضاف له S لأن الفاعل بتاعي بقى it,
he وshe وit دايما نضيف للفعل is if it starts. طيب الجملة الثانية use، ده جملة أمرية بدأ بالفعل أو في المصدر، استخدم الأمبريلا. مثال تاني، when you arrive at school، عندما تصل إلى المدرسة، come to the classroom، احضر أو تعال إلى الفصل. هنا arrive مصدر عشان ال subject you، وهنا ال verb في ال infinitive لأن دي جملة imperative لازم أبدأها بالمصدر. نفس الفكرة إن أنا برضو أقدر أحط الرابط في النص، وطبعا الجملة الأولى بتتحرك مع إف بترجع في آخر الجملة، والجملة الثانية اللي هتبقى غالبا في الإمبراتيف اللي هو الأمر بتبقى في أول الجملة. بيقول لنا use an umbrella if it starts to rain. المثال الثاني come to the classroom when you arrive at school. مدينا بعض النوتس الملاحظات كده، بيقول لنا إذا بدأنا الجملة ب if or when لأن الرابط كان في أول الجملة، بنضع كوما بين الجملتين زي ما احنا عرفنا، أو زي المثال هنا بيقول لنا if I do something good comma I feel happy، عشان أفصل ال two phrases أو sorry ال two clauses عن بعض بفصل ما بينهم بكوما. ولكن بيقول لك إذا جاء الرابط بقى في النص فمش بحتاج كوما لأن هو إف موجودة بتفصل already. بيقول I feel happy if I do something good. سهل الجرامر، خلينا نحل عليه جزء كده البراكتس ده. حاول توصل الإجابة قبل مني. أوكي نبدأ مع بعض. نمبر 1 بيقول لنا I always، أنا دائما إيه happy when I am painting. تفتكروا I، طبعا دي present simple، present simple يبقى I تاخد feel ولا feels؟ أكيد ال I بتاخد الفعل في الانفينيتيف بس يبقى I feel. بيقول لنا المثال التاني if I paint، لو أنا دهنت أو رسمت بالألوان I happy. I إيه؟ لازم برضو present simple. I doesn't تنفع؟ لا أكيد لا. I don't feel، اه تنفع، الحاجات الباقية ما تنفعش، يبقى I don't feel happy، مش بشعر بسعادة. نمبر 3 if you paint، لو انت لونت you get ولا gets؟ اكيد you بتاخد الفعل في المصدر يبقى you get paint on your hands. نمبر 4 you can make green if you، إيه أنت تقدر تعمل اللون الأخضر if you إيه؟ mix ولا mixes blue and yellow؟ إذا خلطت الأزرق والأصفر أكيد إيه في ضمير you بياخد الفعل في الإنفينيتيف يبقى mix. نكمل clear first ننزل. number 5 if she her brush in water, she cleans it. If she تاخد الفعل في الانفينيتيف put ولا puts؟ أكيد she تاخد الفعل plus s يبقى puts. If it rains، إذا الدنيا مطرت an umbrella، يبقى دي جملة أمرية يبقى الفعل في المصدر use an umbrella. Number 7 if I go to bed late، لو أنا رحت سرير متأخر I can't up in the morning. طبعا can or can't بيجي دايما وراهم الفعل في الانفينيتيف I can't wake up. اوكي هنكمل بقية الاكسرسايزز دي في الهوم وورك وكمان البيج اللي بعدها اللي هي الجنرال اكتيفيتيز، هنحلها وهنعمل تشيكينج لها في السيشن القادمة اللايف سيشن والبيج التانية كمان. وبكده خلصنا درسنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات، وتعمل شير للفيديو عشان أصدقائك يستفادوا. كان معكم مستر محمد سيف، وأشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.